إذا للوقوف عند استمرار الاعتداءات ضد الأطباء العراقيين ولجوئهم لخيار الهجرة، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة العاني، السلام عليكم. هناك إحصائية تتحدث عن اغتيال 363 طبيبا منذ عام 2003 وحتى هذا العام، فضلا طبعا عن تسجيل مئات حالات الاعتداءات، ولكن السؤال المطروح: كيف يمكن السماح باستمرار هذه الظاهرة ومن المسؤول عنها دكتورة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مشاهديكم الكرام. نعم، الحقيقة المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة هو التعامل الحكومي مع القطاع الصحي. نعم. بصورة عامة والأطباء بصورة خاصة. هناك في الحقيقة إهمال متعمد واضح لأحوال الأطباء، بالرغم من أن هذه الاعتداءات هي ليست وليدة اللحظة، بل هي منذ فترات طويلة وتظهر بين الحين والآخر. هناك لا ننسى أن في العراق هناك انفلات أمني واضح، وهناك تفشي للميليشيات والعصابات، إضافة إلى عدم وجود حماية واضحة للأطباء تضمن سلامتهم وقيامهم بعملهم على أكمل وجه. عمل الطبيب كما هو معروف هو عمل حساس للغاية، لأنه يتعامل مع صحة الناس والتي هي أغلى شيء لدى المواطنين. ولكن عندما في العراق عندما يكون هناك تعامل بين الطبيب والمريض، تدخل هناك كثير من العوامل التي تؤدي إلى عرقلة عمل الطبيب، ومنها التدخلات العشائرية والاعتداءات من قبل أهالي المواطنين. إضافة إلى ذلك هناك الإهمال الصحي، الإهمال لقطاع الصحة بصورة عامة. هناك ضعف في مستوى المستشفيات. نعم. المراكز الصحية، العيادات التي يمارس من خلالها عمله الطبيب. لا ننسى حتى الطبيب هو إنسان، عندما يرى أن هناك افتقاد للكثير من المستلزمات والأدوية. نعم. وعدم توفرها، هذا يؤثر إضافة إلى على نفسية هذا الطبيب وعمله وتقديمه لواجبه على أكمل وجه. دكتورة فاطمة، منذ حين ذكرتي عدم وجود قانون واضح لحماية الكوادر الصحية والأطباء في العراق هو الذي ساعد في ارتفاع حصيلة الاعتداءات، أين القضاء في العراق مما يجري من انتهاكات ضد الأطباء والكوادر الصحية؟ القضاء العراقي كما هو معروف الآن هو خاضع للميليشيات ولأهواء الأحزاب، والمتزعمين لهذه الميليشيات وهذه الأحزاب هم أصلا هم أناس ليسوا من الطبقة المثقفة، ليسوا من الناس الذين حصلوا على شهادات حقيقية، بل الكثير منهم مزورين لشهادتهم. إضافة إلى ذلك حتى القضاء العراقي يعاني من عدم الحيادية وعدم النزاهة وعدم الاستقلالية، ولذلك من مصلحة هذه الأحزاب وهذه الميليشيات أن يستمر هذا الضعف في القضاء العراقي من أجل أن لا يتم تطبيق القانون بصورة صحيحة، وبالتالي هو يصب في مصلحتهم، لأن الأطباء هم طبقة مثقفة تقود تستطيع قيادة المجتمع نحو الأفضل، ولذلك هم يعمدون إلى ذلك من أجل حتى الضغط على هذا الطبيب من أجل أن يهرب من العراق إلى ويهاجر إلى خارج. طيب دكتورة، العراق إلى مختلف. سنناقش هذا الموضوع في وقت لاحق، ولكن هل أثرت هذه الاعتداءات على الواقع والقطاع الصحي في العراق الذي يحتاج هو فعلا لرفضه بكوادر جديدة؟ نعم بالتأكيد. القطاع الصحي في العراق بحاجة إلى الكفاءات الطبية بمختلف أنواعها، ولذلك فإن عدم عدم وجود هذه الكفاءات سوف يحط من الواقع الصحي في العراق، وبالتالي نرى الآن تفشي الأمراض، غياب الوعي، الغياب الكثير من الخدمات التي يمكن أن يقوم بها الطبيب ودوره في المجتمع بسبب هذا الضغط وهذا هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الكثير من النواحي
النواحي الطبية الآن تعاني من عدم وجود كفاءات وضعف الإمكانيات. نعم دكتورة، يعني لو نأخذ في تصريح لوزارة الصحة تحدثت عن جهود حثيثة هكذا وصفتها لإعادة الأطباء إلى داخل العراق، هل يمكن الوثوق فعلا بالضمانات الحكومية بعدم الاعتداء وقتل الأطباء؟ الأطباء الذين في الخارج يعرفون جيدا أنه لا وجود لهذه الوعود على أرض الواقع. هذه مجرد يعني دعاية يعني تقوم بها هذه الحكومة من أجل أن تثبت للمواطن أنها تسعى لمصلحة المواطن، ولكن الطبيب أو أي من يعمل في مثل هذا القطاع الحساس إذا لم يرى هناك أشياء على أرض الواقع فعلا تضمن له الحماية، تضمن له العمل بظروف يعني يتم استثمار فيها إمكانياته وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لا يمكن أن يعود إلى الوطن. أين هي المستشفيات التي يمكن أن يعمل في 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 فيها هذا الطبيب الذي يعود إلى الوطن وهو يرى كيف التقدم في الخارج وكيف العناية الصحية وكيف الاهتمام بأبسط الشروط وهي شرط النظافة التي تفتقر له الآن المراكز الصحية والمستشفيات ومختلف المراكز الخدمية التي تتبع إلى وزارة الصحة؟ هذا أبسط شيء غير متوفر في العراق. حتى التعيين، إمكانية التعيين حتى هذه الإمكانية هي ضعيفة، ضعف الرواتب، ضعف التحفيزات التي يمكن أن تقدمها وزارة الصحة، تفشي وتسلط الأحزاب والميليشيات على هذا القطاع والتي هي تسير هذا القطاع عن طريق فرض إرادتها وفرض حتى الأدوية التي تدخل إلى العراق. كيف يعمل الطبيب في ومع وجود مثلا أدوية غير صالحة للاستهلاك البشري لا يمكن أن يصرفها إلى المريض؟ هذه كلها يعني شروط وغيرها إمكانية التطوير، إمكانية التدريب، إمكانيات كثيرة يسعى لها الطبيب لكي يطور ويقدم أفضل ما عنده، خاصة وأن مهنة الطبيب هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى. لا تتوفر هذا في العراق وبالتالي لن تشجع أي طبيب لكي يعود آمن، بل سوف يعودون ممكن لفترة بعض الأطباء المخدوعين وسوف يرجعون مرة ثانية إلى الدول التي جاءوا منها. من لندن عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقية الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.